دورتي عن قرب دكتور محمد، أرحب بك على شاشة قناة نيل للأخبار وأسألك عن هذا الهجوم، تفسير وما الذي يدور في رأس نتنياهو من هذا الهجوم رغم التحذيرات الدولية منه؟ أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. هذا من ضمن جزء مخطط نتنياهو الصهيوني، احتواء تهديد إيران بداية من حركة حماس ومن ثم أيضا إلى حزب الله اللبناني الذراع الأقوى والأول لإيران، وتهديد كذلك أيضا حزب الله اللبناني للحدود الشمالية بينه وبين أيضا الاحتلال الإسرائيلي. وكما نعلم بأن كان يوجد استطلاع رأي في الأيام السابقة بخصوص العملية البرية بيزيد عن 55% من الداخل الإسرائيلي يؤيدون هذه العملية والاجتياح البري إن كان محدودا أو غير محدود. ولكن أنا من وجهة نظر أستاذي الكريم، كما نعلم بأن عندما تطلق إسرائيل عملية محدودة إن تمت خسارة فهذه يتراجعون إلى الوراء، ولكن تم أيضا استخدام أجهزة فسفورية، أجهزة متطورة. يعني عندما نسمع مجلس الأمن القومي الأمريكي منذ قليل عندما يقول ويتحدث بأن ما يحدث الآن من اجتياح بري لجنوب لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي فهذا هو الدفاع عن النفس من قبل إسرائيل. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى متعلقة بالقوات المرينز الأمريكية التي تم إرسالها أيضا إلى الاحتلال الإسرائيلي لمساعدة في هذه العملية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى متعلقة كما ذكرت منذ قليل بهذا المخطط، تم إضعاف قوة حركة حماس وشرايينها ومصادرها بنسبة تتجاوز 50% على مدار 11 شهرا، ومن ثم ذهب أيضا إلى حزب الله اللبناني حتى ينفذ أيضا بعض الأمور. بداية تم بتفجير الأجهزة البيجر اللاسلكية وتم سقوط مدنيين وعسكريين، ومن ثم أيضا استخدم الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، ومن ثم تم أيضا الاغتيالات بالجملة في الصف الأول وعلى رأسهم أيضا السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني. كل هذه التطورات تنظر لنا بأن هذا الاحتلال عندما وضع يعني مكامن قوته ووضع أيضا موارد قوته وموارد الآليات العسكرية والدبابات والطائرات ليس كان محصورا في حركة حماس ولا طيب يعني دكتور محمد، كيف تابعت تصريحات نائب أمين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم والتي أكد فيها عن قدرة حزب الله على التصدي للتوغل البري؟ هل هي تعبر حقيقة عن هذه القدرة أم أنه مجرد نوع من التحدي ربما سينهار يعني أمام القوات الإسرائيلية؟ يعني أستاذي الكريم، نحن لنا الأرقام. يعني كنا عندما نسمع أرقام حزب الله اللبناني في الأنفاق والمواقع العسكرية والأليات العسكرية والقنابل والصواريخ وكل ما له علاقة بالأليات يدل بأن إن تم اجتياح بري للاحتلال الإسرائيلي فيتم سقوط أيضا جنود وخسارة جنود وكذلك خسارة من الأليات لأنهم يمتلكون الأدوات ألا هو حزب الله اللبناني. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى أيضا متناقضة تماما لأن الحزب انهار تماما في أقل من أسبوع من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتسريع وتيرة العملية وتسريع وتيرة أيضا ضرب المباني باستخدام قنابل ارتجاجية. نعم. والمتخصصون العسكريين يعلمون مدى هذه القنابل الارتجاجية، والجديد في الحرب الآن هي القواعد الجديدة التي وضعتها إسرائيل، والجديد أيضا استخدام أنواع جديدة في بين الجانبين سواء محور المقاومة أو حتى الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أرى باستخدام أنواع جديدة لها دور أيضا في تحديد المرحلة المقبلة. هذه أيضا من جهة أخرى على أيضا الحزب لملمت أوراقه وصفوفه في هذا التوقيت، ولكن هذا متوقف للأسف الشديد على الموقف الإيراني المتراجع أيضا على ما تم
بنائه وتدعيمه الذي بنيت إيران منذ 1982 من بداية هذا الحزب إلى وقتنا هذا بخصوص محور المقاومة. إيران الآن بين مسارين أو بين اختيارين أحلاهما مر. إما أن تقبل بتفكيك، اسمح لي أستاذي الكريم، إما أن تقبل بتفكيك يعني محور المقاومة وعدم مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الذي يسعى إليه بنيامين نتنياهو، إما أن يقبل التحدي ويدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا الاحتلال الإسرائيلي. نعم، يعني بالنظر إلى الموقف الإيراني كما تحدثت عنه، يعني هل تتوقع بدخول إيران في هذه المواجهة سيتم تصعيد الموقف ربما إلى حرب إقليمية أو حرب عالمية ثالثة، أم أنه الأمر سيقتصر على استهداف منشآت إيران النووية وهو ما تسعى إليه إسرائيل وأمريكا منذ البداية؟ سيدي الفاضل، الذي سمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يتجاوز الخطوط الحمراء وأن يتجاوز كل شيء في الغزو والكيان أيضا على الجنوب اللبناني هو الصبر الاستراتيجي، لأن ليس يعني كل استراتيجية تكون صحيحة ويتم الاستمرار عليها لفترة كبيرة، وهذا الذي تم اتباعه من قبل إيران، لأن الدوافع الإسرائيلية كانت كبيرة الإيرانية في يعني العام الماضي بخصوص يعني لحضرتك سمعني الآن. نعم، أسمع. في هذا التوقيت هذه أيضا النقطة الأهم التي أراها من وجهة نظري، ألا وهي بأن إيران يعني بقيت 50 عاما تحضر إلى السلاح النووي، وعندما نسمع أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يتحدث على الهواء مباشرة في الأمم المتحدة بأن الأمريكان إخوة، وإن كانت هذه هي مصطلحات ويتم استخدامها في هذه المناسبات، ولكن هل يعقل بأن الأمريكان إخوة للإيرانيين؟ هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى بأن كل ما يتم الآن من توقعات أو تحليلات هو تخلي إيران عن محور المقاومة، يدافعون عن أنفسهم، حتى بعدما خرج بعض التصريحات أو بعض الأخبار المتداولة بأن إيران ترسل بعض الجنود وبعض القوات إلى لبنان وإلى بعض المناطق الأخرى. نعم. خرج علينا المسؤول الإيراني ونهى عن هذا الخبر وقال هذا الخبر ليس صحيح، وأن حزب الله اللبناني قادر أن يدافع عن نفسه وكذلك القوات اليمنية وكذلك أيضا بعض المناطق الأخرى. نعم، تصريحات حزب الله بتحقيق إصابات مؤكدة بين جنود إسرائيل في مقابل ما لا تعلنه إسرائيل عن هذه الإصابات، يعني كيف تراها؟ هل الحزب بالفعل يروج لهذه الانتصارات؟ هل يستعد لخوض حرب الميليشيات في الاجتياح البري بنظر إلى اختلاف تكتيكات هذه الحرب عن الحرب المعتادة؟ بكل تأكيد أستاذي الكريم، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو يعتبر أن هذه الحرب أو هذه المعركة ليس معركة عابرة بل معركة وجود، ويريد السيطرة من النيل إلى الفرات، والخريطتين الذي خرج بهم أمام الأمم المتحدة خارطة الخير والنور ودول النعمة، والخريطة الأخرى هي خارطة الشر، وهذا ليس جديد على الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا من جهة أخرى النقطة المتعلقة أيضا بأدوات الإعلامية الذي يتم استخدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار 11 شهرا بأنه لا يفصح عن الخسائر، سواء كانت خسائر بشرية أو خسائر في الآليات. هذه أيضا من جهة أخرى ما زال الحزب يمتلك أيضا من سقوط جنود إسرائيليين، وأن تكون هذه الحرب بالفعل كما ذكرت حرب ميليشيات وحرب مختلفة تماما على 2006 وعام 1982. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو صرح في الأيام السابقة وقال بأن إسرائيل الكبرى وكذلك أيضا شرق أوسط جديد، هذا إن دل يدل على أن يوجد مساندة شديدة ويوجد دعم لا محدود من قبل دول حلف الناتو. الأمر الجديد على منطقة الشرق الأوسط بأن إسرائيل تريد شرق أوسط جديد أو حلف ناتو شرق أوسطي
بقيادة إسرائيل وليس بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. بنيامين نتنياهو ينظر إلى نفسه الآن بأنه زعيم المنطقة والزعيم القادم إلى منطقة الشرق الأوسط، الذي كان يظن بأنه مستبعد الآن من الخطر، والخطر بعيد تماما عنه، فالخطر سوف يشوفه أو يعني يتقرب أو يقترب منه، سواء كانت الدول العربية أو حتى الدول الخليجية، لأن هؤلاء لا يعرفون أصدقاء ولا أعداء. نعم، شكرا لك دكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية، وما زلنا معكم في هذه التغطية.